شارك سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء في أعمال افتتاح الدورة التاسعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. يأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الأسبوع لأبوظبي للاستدامة، ويحضره عدد من الوزراء وصناع القرار في مجال الطاقة المتجددة، وما يفوق 2000 مشارك من أكثر من 175 دولة. وقد التقى سعادة الوزير أو ألقى كلمة تحدث فيها عن استراتيجية مملكة البحرين فيما يتعلق باستدامة الطاقة وإيجاد خيارات مناسبة للطاقة المتجددة المتاحة، وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أوضح في كلمته ما تتطلع إليه الحكومة الموقرة في هذا المجال في مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية في التحول إلى عصر الطاقة النظيفة. هذا وقد أشار الوزير إلى أهم القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر للخطط والأهداف وتوحيد الجهود لتسريع خطوات توسعة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مملكة البحرين. كما شارك وزير الكهرباء والماء على هامش هذه الاجتماعات في جلسات وزارية حول الرؤية المستقبلية والخطط والتجارب في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة. هناك أهداف وطنية حددتها حكومة مملكة البحرين للطاقة المتجددة 5% بحلول 2025، تزداد إلى 10% بحلول 2035. وبالنسبة لكفاءة الطاقة، الهدف الوطني 6% بحلول 2025. وكذلك شكلت حكومة مملكة البحرين لجنة لمتابعة تنفيذ وتحقيق الأهداف الوطنية برئاسة وزير الكهرباء والماء، وهي تشمل عضوية من جميع الوزارات المعنية، وتجتمع لتتأكد أن الخطط الوطنية التي عدتها وحدة الطاقة المستدامة هما خطتين: الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وفيها عدة مشاريع ومبادرات، لذلك لازم نتابع تنفيذها. كل منطقة لها تحدياتها وكل دولة لها ظروفها الخاصة، فمثل هذه اللقاءات تساعدنا في إيجاد حلول للظروف اللي تمر علينا. احنا في منطقة الخليج العربي بشكل عام عندنا التحدي الكبير اللي هو درجة حرارة الغبار والرطوبة اللي دائما تقلل من كفاءة وفعالية التقنيات الكهروضوئية والألواح الشمسية. نشوف وين وصلت الحلول. احنا نبرز لهم ونرويهم ونعرض لهم تجاربنا الناجحة في التخلص وتقليل من هذه التحديات الموجودة.